بسم الله الرحمن الرحيم. في هذا الفيديو إن شاء الله سوف نرى فرض الفصل الثاني للرابعة متوسطة. سوف نرى فيه جملة معادلتين. حل الجملة التالية: الجملة تقول 2x زائد y يساوي 1400، 8x زائد 3y تساوي 5000. 2 من المكتبة المجاورة للمتوسطة اشترت أحلام 8 كتب و 3 مصاحف بمبلغ 5000 دينار، بينما اشترت سلمى كتابين ومصحف واحد بمبلغ 1400 دينار. أو احسب ثمن الكتاب الواحد وثمن المصحف الواحد. لنبدأ الآن مع حل الجملة. إذن حل الجملة لديها طريقتين: طريقة التعويض أو طريقة الجمع والتعويض أو طريقة الجمع. سوف أفضل طريقة الجمع هنا لأنها تبدو أسهل. طريقة الجمع ماذا تقول؟ أن هذه المعادلة رقم واحد وأن هذه المعادلة رقم اثنين. طريقة الجمع معناه نرى هنا، ننظر هنا، ماذا نرى؟ يجب علي أن أجعلها هنا 8 8 أو أجعلها هنا 3 3، بحيث أن تكون ماذا هنا؟ العدد الذي يكون هنا يكون معاكس هذا العدد الذي يكون هنا. لماذا؟ لأن في الجمع، لطريقة الجمع، يجب علي أن عندما أجمع أتخلص من أحد مجهولين. مثلا لو أجمع هكذا، لو أجمع هكذا عموديا 2x زائد 8x تصبح 10x، وهنا زائد 1 مع زائد 4 3 تصبح زائد 4y، وهنا نجمع هذين مثلا هنا أتحصل على 6400. هل تخلص من أحد المجهولين؟ لم أتخلص، x موجود و y موجود. معناه لأتخلص، وهنا الجمع، فائدة الجمع أنه يخلصنا من أحد المجهولين. الآن ماذا أفعل لكي أتخلص من أحد المجهولين؟ لدي الحق بأن أضرب المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية في أي عدد شئت، بحيث عندما نضرب المعادلة الأولى أو المعادلة الثانية في أي عدد شئت يجب أن أتحصل على العدد هنا. إذا كنت أريد أن أتخلص من Y يجب أن يكون هذا العدد المضروب في Y معاكس هذا العدد الذي مضروب هنا. وإذا أردت أن أتخلص من X يجب علي أن أجعل هذا العدد المضروب في X معاكس هذا العدد الذي مضروب هنا في X. ومن الأحسن نذهب ونرى في هذه الأربعة ونرى من هو المجهول الذي لا يحتوي على عدد، معنى على معامل. لاحظ هنا 2 مع X، 8 مع X، 3 مع Y، هنا لا يوجد، معناه هنا واحد. معناه ما رأيكم لو نضرب هذا في ماذا؟ في الثلاثة. ولكن لو نضرب في الثلاثة، ثلاثة ليست معاكس ثلاثة، معناه يجب علي أن أضرب في الناقص ثلاثة. هنا يجب علي أن أضرب المعادلة رقم واحد في ماذا؟ في ناقص ثلاثة. لماذا؟ لكي تصبح هنا ناقص ثلاثة، وناقص ثلاثة مع زائد ثلاثة تعطيني الصفر. هذا هي الفائدة للضرب في ناقص ثلاثة. ولكن عندما نضرب في ناقص ثلاثة، لاحظ جيدا على ماذا أتحصل. حذاري، هنا الناقص ثلاثة يجب علي أن أوزعها، أضربها هنا فتصبح الناقص هذه في الزائد هذه تصبح ناقص، ثم الثلاثة في الاثنان فتصبح 6x هكذا، ثم الناقص في الزائد تصبح ناقص، الثلاثة في الإجراك تصبح 3إجراك. يجب علي أن أضرب في جميع أطراف المعادلة، ثم ناقص ثلاثة في 1400 تصبح ناقص، ثلاثة في 4 تصبح 12، ثلاثة في 1 تصبح 3 في 1 4، هكذا بهذه الكيفية. يجب، الشرط الوحيد أن هذا العدد يجب أن يضرب هنا ويضرب هنا ويضرب أيضا هنا بهذه الكيفية. المعادلة الثانية لا أغيرها هكذا. لو تلاحظون هنا، ركزوا جيدا معي، هنا تحصلت على ناقص 3 زائد 3، لما أجمعهم سوف يعطيني الصفر. الآن نجمع جمع عمودي، هذه المعادلة أسميها 3 وهذه تبقى 2. نقول نجمع المعادلتين 3 و 2 هكذا نجمعهم. هنا يجب علي عندما أجمع طريقة عمودية هكذا يجب أحد المجهولين أن يختفي. لاحظ جيدا، ناقص 6 مع زائد 8، لمن لا يعرف بالآلة الحاسبة نضع ناقص 6 زائد 8 تصبح زائد 2x، بالآلة ناقص 3 زائد 3 سوف تصبح 0. 0y هي نفسها صفر، لا تكتب،
هذه هي فائدة الضرب في ناقص ثلاثة. الضرب في ناقص ثلاثة معناه نتخلص من هذا. يأتي أحدكم يقول: ويمكنني أن أضرب المعادلة الأولى في ناقص أربعة. صحيح، لماذا؟ لكي عندما تصبح هنا ماذا؟ لو ضربنا هنا في ناقص أربعة، ناقص أربعة في اثنان تصبح ناقص ثمانية، فتصبح ناقص ثمانية مع زائد ثمانية، هذا المجهول يذهب وأحتفظ بهذا. هذه صحيحة أيضا، من يضرب في ناقص ثلاثة أو في ناقص أربعة صحيح. المهم أحد المجهولين عند الجمع يجب عليه أن يختفي فقط. هتصبح 2x ماذا تساوي؟ 2x تساوي ثم ماذا؟ ناقص 4200 مع زائد 5000 فتصبح 800 هكذا. ثم نحل المعادلة، الضرب هنا هذه الاثنان تهبط إلى الأسفل تصبح 800 على 2 فتصبح الإكس كم؟ هي 400. لاحظ جيدا، الإكس هي 400. الآن عندما وجدت إكس نعوض هذه الإكس، نعوضها في أي معادلة شئنا، سوف أعوضها في مكان هذه الإكس بالمعادلة الأولى، أو تريدون أن تعوضونها هنا عوضونها هنا، اختاروا المعادلة التي تأتيكم سهلة. أنا سوف أختار الأولى، نعوض قيمة إكس في المعادلة رقم واحد، سوف نعوضها هنا في هذه المعادلة فتصبح 2 في إكس، إكس كم وجدتها؟ 400. نكتب 400 ثم ماذا تأتي؟ زائد إيكغراك تصبح 1400. 2 في 400 تصبح 800 زائد إيكغراك تساوي 1400. ثم نأخذ الأعداد المجهولة في طرف، الأعداد المعلومة في طرف، هذه تذهب من جهة أخرى فتصبح ناقص 800، فتصبح إيكغراك تساوي كم؟ 600 بهذه الكيفية. ونقول الثنائية، الثنائية ماذا؟ 400 و600، هنا مكان الإكس وهنا مكان الإيكغراك، هذه قاعدة. الثنائي 400 600 هي حل للجملة بهذه الكيفية البسيطة جدا. الآن نذهب للمسألة، لاحظ جيد ماذا قال. قال: من المكتبة المجاورة المتوسطة اشترت أحلام 8 كتب وثلاث مصاحف بمبلغ 5000 دينار، بينما اشترت سلمى كتابين ومصحفين ومصحف واحد بمبلغ 1400 دينار. احسب ثمن الكتاب الواحد وثمن المصحف الواحد. لاحظ، لا دائما عندما يعطي لكم جملة وتحتها مسألة نعلم أن تريد هذه المسألة سوف نتحصل على نفس هذه الجملة أو جملة تشبهها، ونضع عليها تبسيط بسيط لكي نتحصل على الجملة المعطاة في السؤال الأول. لاحظ جيدا، أول شيء لتريد هذه المسألة نذهب ونقرأ السؤال. قال: كتاب ومصحف، معناه هنا مجهولين، معناه نقول نفرض أن ثمن الكتاب الواحد وثمن الكتاب أثمن عفوا ثمن المصحف الواحد، نفرض أن ثمن الكتاب الواحد إكس وثمن المصحف الواحد إيكغراك، ثم نضع المعادلة بطريقة بسيطة جدا. هنا بما أنه يوجد مجهولين إكس وإيكغراك توجد جملة معادلتين، المعادلة الأولى ثم المعادلة الثانية. لاحظ كم اشترى؟ 8 ماذا؟ كتب. اشترى 8، لاحظ جيدا، اشترى كم؟ 8 كتب وماذا؟ ومعناه زائد وماذا؟ 3 مصاحف، ثم 3 مصاحف بكم اشتراها؟ ب5000 دينار. معناه المجموع ثمن 8 كتب زائد ثمن 3 مصاحف كم؟ ب5000 دينار. ثم ماذا؟ المعادلة الثانية، بينما اشترت سلمى كتابين، معناه اثنان كتاب وهي زائد ومصحف واحد، معناه مصحف واحد بكم؟ ب1400 دينار فقط.
ثم نعوض. ماذا قال؟ الكتب بماذا نعوضها؟ الكتب هي إكس، ننزع الكتاب ونضع إكس، هكذا ننزع هذه الكتاب ونضع إكس، معناه 8 ماذا؟ 8 إكس، هنا 8 إكس بهذه الكيفية 8 إكس. ثم ثلاث مصاحف، مصاحف ماذا نعوضها؟ مصاحف، المصحف بإجراج، معناه ننزع المصحف ثم ماذا؟ إجراج، 3 إجراج. ثم المعادلة الثانية، الكتاب هو ماذا؟ هو إكس، ننزع الكتاب ونضع إكس، هكذا ونضع ماذا؟ نضع إكس، 2 إكس. ثم المصحف بماذا؟ المصحف بإجراج فقط بهذه الكيفية، فنتحصل على هذه الجملة بطريقة بسيطة جدا. لاحظوا جيدا هذه الجملة التي تحصلت عليها، لاحظ أليست هي نفسها هذه الجملة المعطاة في السؤال الأول؟ لاحظ جيدا، أليست هي نفسها المعطاة هذه؟ هي نفسها بطبيعة الحال، هي نفسها المعطاة في السؤال الأول. لاحظ لو تلاحظون، هي نفسها المعطاة في السؤال الأول، لاحظ هي نفسها 8x، لاحظ هنا ها هي، لاحظ جيدا 8x زائد 3y يساوي 5000، 8x زائد 3y يساوي 5000، ثم 2x زائد y يساوي 1400، 2x زائد y يساوي 1400، معناه هنا لا نقوم بحلها مجددا، لقد قمنا بحلها. ماذا نقول؟ نلاحظ أن الجملة المتحصل عليها هي نفسها المعطاة في السؤال السابق، هي نفسها المعطاة في السؤال السابق. إذن ماذا؟ إكس كم وجدناه؟ إكس كم وجدناه في السؤال السابق؟ 400، وإجراج هو 600، معناه ماذا؟ معناه إكس ثمن الكتاب الواحد هو 1400 دينار، وإجراج هو 600 دينار، معناه إذن ثمن الكتاب الواحد هو، ثم ثمن المصحف الواحد هو كم؟ ثمن الكتاب هو 400 دينار بطريقة بسيطة، 400 دينار. ثم ثمن ماذا؟ المصحف الواحد كم؟ هو 600 دينار بطريقة بسيطة جداً.